رح نتابع محطاتنا وعامر صار موجود معنا وحلقة جديدة من أينو. عمور بونجور. صباح الخير. اليوم ليش هالقد عاقل؟ ما أنا معك عاقل دايما. معقول كتير كتير عم بطلع أنه هيدا عامر ولا هيدا؟ لا لأنه عانيت هيدا الارتفيشل انتليجنس تبعيت عامر هيدا الروبوت. قطع علي سبتين كتير تعيسيت. يا علي إن شاء الله. كان معي جوزيف لأنه تحياتنا لزوزو. تحياتي إليك مش تحياتي لزوزو. ما أنا ما صدقت كيف ما عاد إجا السبت. شو مبسوط أنا اليوم مع غيدة. يا أهلا وسهلا. عمورة اليوم موضوع كتير هيك إذا فينا نقول منوع لأنه التكنولوجي مثل ما بنقول دايما نحن بنركض هي بتركض. صح. هي أكشلي هي بتركض ونحن بنركض وراها وما بنلحقها. 100%. وحتى كنت يعني بنشوف قديش حتى ستيف جوبز اللي هو عن جد مثل ما بيقولوا عراب كل الاشياء اللي هيك هلا بنشوفها كثير بين ايدينا انه قديش انعمل عنه يعني افلام انعمل عنه فيلمين بنشوف قديش هالشخص كان عنده رؤيه طويله وبعيده كثير وقديش كان كاركتيره صعب كثير عن جد 100%. بس فعلا بنشوف كيف بالافلام اللي انعملت عنه حتى كيف تطورت يعني كيف كنا عم نشوف انه بوقت الثمانين اول الثمانينات عم يعمل اطلاق للماك انه يا لطيف وهل ممكن يقول لك هلو الكمبيوتر وهل ممكن يحكيك هيك هلا صرت بيحكيك وبيرقص معك وبيعمل لك وبخبرك وبيدلك يعني عن جد كيف بنشوف التطورات اللي صارت مش بكثير يعني نحن عمري صغير حتى اولادنا حتى بيقولوا لك قطعنا بكل شيء قطعنا من الكاسيت للدي في دي البودكاست يعني كل شيء صار بين ايديهم بظرف كثير 100%. فاليوم ذكرتي ابل اثنيناتهم عملوا في ابل وفي مايكروسوفت هن بالثمانينات صحيح اثنيناتهم بمرحله من المراحل قشطوا بمرحله من المراحل عملوا كومباك صح بس اللي نجح بالكومباك هو مايكروسوفت فعليا مزبوط. واليوم ابل عم تتراجع للاسف يعني يمكن يلي عمله ستيف جوبز كان بده ستيف جوبز ليكمل مزبوط عرفتي للاسف رحل بكير بينما مايكروسوفت قرروا واخذوا قرار جريء وقرروا يغيروا وغيروا الطاقم كلياته وبيل جيتس سحب حاله من اداره مايكروسوفت قول يا ريت كل الناس بيتمثلوا ببيل جيتس يعني اذا بدك شو هالزلمه غير انه عن جد المليارات اللي معه اياهم شو هالشخص اللي بحطهم بالاعمال الخيريه بالاعمال الخيريه وهالقد شخص متواضع وهالقد شخص عايش مع كل الناس بس رغم ذلك رغم ذلك سحب حاله من المعادله ايه. وسلم الشركه لحدا ثاني اللي اليوم عم ترجع تعمل كومباك كثير قويه مايكروسوفت وعم بتنافس بقوه ببعض الاقسام وببعض الاقسام الاخرى هي مونوبولي ما في حدا ينافسها كمان لانه خلص. عندها منتوج جيد ابل عم تتراجع وفي تخبط وفي كثير رومرز وفي كثير قرارات لا ما عم تعلن بس مثلا مثل الاسبوع الماضي احد القرارات اللي بشكل غير رسمي سربت انه نزلوا او عدلوا بتصنيع الايفون يعني خففوا من الانتاجات لانه الطلب عليه مش كثير كبير بس كمان غلوه كتير يعني اخر نسخات مش نزلوا يعني بسعر 1200 ايه يعني بسعر كمان كتير كبير هلا كان في طلب كتير قلت اول ما بده ينزل لانه محمسين الناس عليه بعدين خلص حتى اول ما نزل مقارنه بالايفون اكس اللي نزل السنه اللي قبله ايه. المبيعات الاكس اس مقارنه بالاكس كانت اقل يعني الاكس باع باول فتره كميه اكبر بكثير من اللي بعت من اللي باع الاكس اس اللي هو الخليفه السكسسور تبع الاكس ب اكزاكتلي السنه اللي بعدها طب وبالنسبه لقصه هواوي يعني هواوي اللي كانت متفوق بكل شيء وفجاه قصه انه مثل ما بيقولوا بنته لهواوي انه لما بصير بيتم اختطافها وبيتم التعاطي بهيدا الموضوع هلا هو مش اختطاف هو يعني توقيف هو بكندا توقيف مش اختطاف اكشلي انا بدي اقول توقيف يعني ايه لانه الكنديين كانوا واضحين بقرارهم لانه في نوع من سانكشنز على الصين عقوبات على الصين بكندا وبامريكا وهيدي العقوبات هي اكتريتها اقتصاديه وبخلفيه سياسيه الاقتصادية لأنه في صراع بين أمريكا وبين الصين بس اليوم مثلا أنا إذا بدي أقوي أبل على حساب عقوبات عم بعملها على أجهزة مثل هواوي ما اليوم اثنيناتهم عم يتصنعوا بالصين مزبوط يعني اليوم الآيفون مصنعه بالصين هواوي مصنعه بالصين ايه. تحرك هواوي بما أنك ذكرتي هواوي نحن كنا مبارح بهواوي اكسبيرينس
ستور بأسواق بيروت. وهذا شيء كتير مهم بهالوقت هذا، انه هو يكون عم ترجع تعمل انفستمنت وتفتح محل كبير بأسواق بيروت. وحنكون حنعرض الافتتاح والمقابلات اللي عملناها الاسبوع الجاي ان شاء الله. طب وطوقيفة مثلا واحد بيقول انه هيدا اللي صار، لا هو تم الافراج عنا خلاص. ايه اوكي. بس هيدا وهيدا الموضوع هو بظل التصارع الاقتصادي اللي عم بيصير بين هالبلاد. هواوي اليوم عم تمشي 10 فشخات لقدام، عم تفوت بشكل سريع. بس بدي لك شغله، اليوم نحن بنحس بهواوي بلبنان لانه مشهوره عنا صح، بس في شركات بعد اكبر من هواوي بعد ما وصلت على لبنان عم تنافس برا، مثل شايومي ومثل اوبو ومثل كباب. يعني مثلا امبارح انا كنت عم بحكي انا واحد الاصدقاء يعني بالسهره، شايومي عندها قصص مخيفه. طيب ببلشوا شوي شوي حتى نبلش نحفظ اساميهم، يعني شايومي بلش موجود صار لبنان، هواوي اخذتنا وقت لنحفظ اسمها يعني. شايومي بتنلفظ شايومي بس بتبلش بالاكس. ايه ما هي بتبلش بحرف الاكس، فحتى اذا شفتيها بده واحد يفسرهم يعني. هلا انا على كل الاحوال بتعرف صديقي العزيز ما بغير عنه. ايه ما سامسونج للاسف ابدا هالفتره باعاده تموضع كمان. ايه كمان اعاده تموضع، مفروض في عنا أجهزة جديدة بأول شهر شباط. متوقعين الأستان ومتوقعين غيره، بس هن بإعادة تموضع وإعادة تركيب للاستراتيجية اللي عم يتبعوها بسبب بعض الإخفاقات. بغض النظر عن هذا الموضوع، ما زال سامسونج تمتلك شريحة كبيرة من الأسواق، وما زالت هي من إحدى أكبر الشركات بالعالم. وما ننسى أنه سامسونج لو فشلت أو لو ضعفت بالموبايلز، بس سامسونج هي عم تعطي المكونات لاجهزه ثانيه. مزبوط. الشاشات بغير تليفونات هن سامسونج. الميموري الرام اللي فيهم، الميموري والستورج الاي ام سي ديفايسز هن سامسونج. يعني شفتوا كيف الشكل المفضل تبعيتي؟ اكيد ما عندي شك بهذا الموضوع. انا عندي التليفون العزيز، وشفت كمان كيف كمان حتى وراه كمان ارز العالم اللبناني دائما محطوط على تليفون. هيدي دائما ما فيني هيدي عيش. خلينا نشوف انه هيك صوره غيضه يلا. ومعنا دقيقتين نحكي عنها. هيدي الصورة إذا بس منوطي شوي منفرجي المشاهدين فوق بركي سنين 98 2003 2008 2013 2018 تحرك الشركات يلي كنا عم نحكي عنها هلا. إذا بتطلع مايكروسوفت ب 98 كانت بالمركز التاسع. مايكروسوفت طلعت للمركز الثالث ورجعت نزلت للمركز الرابع بال 2018. اذا بتلاحظي عم نحكي نحن كانترنت جاينتس، مش كمثلا اوفيس او ويندوز، عم نحكي كانترنت جاينتس. ايه. عم نحكي عن شركات الانترنت بس. اذا بتلاحظي جوجل ولا مره نزلت تحت الخمسه، بل يعني بال 2003 تصنفت برقم خمسه وطلعت بال 2008 للواحد، 2013 ثاني ورجعت دومينيشن باخر 5 سنين 2018. فهيدا كمان بفرجيك قديش جوجل هي عملاق. ايه. ما في حدا ينافسه. مزبوط. بينما ياهو يلي هي كانت رقم 2 ب 98 انباعت بال 2013 وتغير اسمها وصارت شركه ثانيه ونعمل لها اكوزيشن. ياهو سوري اي او ال اختفت. ايه مزبوط، ما بقى في اي او ال اختفت. ايه. شدنا دخول لشركات جديده مثل مثل سي بي اس ومثل امازون وغيره يلي هن اليوم هن بالتوب 5. وديزني اليوم بال 2018 كانترنت جاينت هي بالتوب 9. او نمبر 9 يعني بالتوب 10. ليش ديزني؟ لانه ديزني صار عنده محتوى على الانترنت، صار تقدم فيديو اوفر اي بي، كل الامور هيدي. ف يلي عم حاول كنت فرجيه للمشاهدين بهالجريد هيدي انه عملية التغيير بالشركات يلي بلشت تقريبا ب 98 بفورة الانترنت وبإطلاق الانترنت بشكل عالمي تغيرت اعادة موضوعها. بس في اذا هلا هن كانوا عم يشوفوا المشاهدين الصورة، في 3 أو 4 شركات ما تغيروا من 98 لليوم، يعني من 20 سنة صحيح بعدهم قاعدين. مثل جوجل، مثل مايكروسوفت، مثل فيسبوك. نحن يعني فيسبوك فاتت بالاحرى اخر 10 سنين مش اخر 20 سنه. مزبوط. بس يلي اخذت جوجل 20 سنه لتعمله، اخذ فيسبوك 10 سنين ليعمله. مزبوط بالدومينيشن او بوجودهم بين اهم 20 شركه بالعالم. اليوم 2019 رح نشوف منافسه كثير قويه، رح ترجع تغير
الشيب تبع الشركات اللي نحن بنعرفه بال 2020. في كتير شركات بال 2019 رح تقشط مثل ما قشط كتير شركات بال 2018 كمان. يعني اليوم ذكرت لك شايومي واوبو، بس على حساب مين طلعوا هدول الغيضة؟ على حساب شركات هلا انا حذكرك فيها، اتش تي سي، سوني، ايه ال جي، مزبوط. هدول ما عاد عم نشوفهم، ما عاد عم نسمع فيهم بالاسواق، ما عاد عم نشوفهم بالمنافسه. اختفوا هالشركات وفاتوا ثلاث شركات صينيه كمان في ناس ما سامع فيها، بس هن اليوم بالتوب 4 والتوب 5 بالعالم. عم بحكي بالتليفونات هون، عم بحكي بالتليفونات. شايومي عندهم كل شيء، لابتوبس، اكسسوارز، عندهم جادجتس كبار، بس بعضهم مش كتير انترستد بلبنان لانه عم بفوتوا على اسواق كتير كبيره وياكلوها بشكل سرعه. وفتحوا من اسبوعين ب افينيو دو شانزليزيه محل كبير حتى ابل. مزبوط. ايه هلا الانتشار شغال. نحن بنشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. وين ابتسامه؟ دايماً. وين عمورة؟ ما عمورة دايماً أنا معك. إن شاء الله ما يكون جزاف أسبوع الجاي. أنا أسبوع الجاي سبت الجاي. هلأ عطمنك. راح أكيد نشوفك السبت الجاي إن شاء الله عامر بعالم الصباح. راح ننتقل هلأ لعند شيف حسين اللي بلش يحضر حاله ويلبس الكفوف ورشة ملح. صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم في عنا أربع وصفات رح نبلش فيهم أنا وياكم هلأ بأول فقرة من فقرات رشة ملح. طبعاً أربع وصفات عنا، فيهم وصفة طحو وثلاث وصفات مالح. وصفاتنا لليوم لكل مشاهدينا في عنا سلطة البرغل بالسبانخ والدجاج، هيدا أول طبق. كمان وكمان في عنا فطيرة التفاح، هذا طبق الحلو. أيضا في عندي دجاج مشوي بالحامض، طبعا أنا حطيت فروج بوضعه على الفرن على حرارة 180 لحتى يستوي. رح نضيف له الحامض والبطاطا والخضار. كمان وكمان في عندي فورتشيز باستا. والهمة الوصفات بأول فقرة من فقرات رشة ملح. رح نبلش بالفطيرة، راح نحضر التفاح وراح نحضر العجينة. بالنسبة للعجينة هي عجينة التات، راح نبلش أنا وياكم بهيدي العجينة. لكن بلشنا نحن مشاهدينا بأول فقرة بفطيرة التفاح. بفطيرة التفاح عنا زبدة، هيدي الزبدة طبعا مش دايبة بس، ولكن زبدة طرية بدها تكون حرارتها من حرارة الغرفة. لكن عندي زبدة، راح ضيف صفار بيض. اوكي راح نضيف صفار بيض للزبدة. راح ضيف ايضا فانيل. راح ضيف سكر بودرة. عندي كمان من الطحين مثل ما شفتوا، هيدا هو الخليط. حطينا زبدة، حطينا صفار بيض، حطينا طحين، حطينا بالإضافة للفانيل. لكن أنا مثل ما عم بتشوفوا بلشت بعجن الزبدة مع الطحين مع صفار البيض، كلها هيدي المكونات حطيناها مع بعض، نخلطهم. طبعا نخلطهم شوي شوي لحتى تبلش العجينة عندي تتماسك. بعد ما تتماسك عندي العجينة رح شيلها وحطها بالبراد. نحطها بالبراد ايضا، منريحها بالبراد تقريبا حوالي 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة رح شيل العجينة، مدها بقالب التارت، وحضر الحشوة اللي هي عبارة عن تفاح بالإضافة للسكر كمان مع القرفة. رح حطهم مع بعض ونفوتهم أو ندهن كمان الوجه بصفار البيض أو البيض ونفوتهم على الفرن على حرارة 180. هون في عندي مي، هيدي المي طبعا عم نحضر المي لنسلق فيها المعكرونة للفور تشيز. طبعا مثل ما شفتوا عندي مي، رح حط شوية ملح مع منكهات. يعني في عنا بالسوق ملح دخله أوريغانو، دخله شوية برش حامض، بيعطي نكهة كتير طيبة، منكهات إيطالية. أنا رح أحط ملح مع المنكهات، رح أسلق فيها الباني. بعد ما نسلق الباني رح بردها، بعد ما نبردها رح نحط أيضا طنجرة على النار في زيت زيتون بالإضافة للزبدة.
رح نحط حص ثوم صغير كتير بيعطي نكهة كتير طيبة بالإضافة للكريمة، طبعا مع جبنة الروكفور، جبنة الإيمونتال وجبنة التشادر. لكن مشاهدينا رح أخبركم بعد شوي بالتفصيل عن باقي وصفاتنا لليوم. أما هلأ بالعودة إلي غيدا. شكرا أكيد شيف، رح نتابع معك لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. رح نتابع بعد دقائق محطاتنا مع حسن وما بدها الأد، وأيضا بقية فقراتنا وضيوفنا. خليكن معنا.